كدي مدو سدح بلود او كسوغنا مقالده مقدشو الشيعي دروس محمد عبدي ايام مانتا والجمعة وحو قبطي مناصبات بلارن او اسوغو جرتي تلاسين يسوب من دقي دادكي كو عافي مادي حرونتا انتي او وداي هولها الدوينتا شيق او سفر قابن دوان او امبا بحي دالك سعوديغا ايا شيغين او كدب سفر كيسا كسو اللابان دونا حرونتا مقدشو سي او والالا حنون سن هولوه دا اوغو سي ودو اوغو هرين قار كمي دادكي كفايدي سي قران سار كي دوينتا شيقا او كهلي مناصبات دا ايا كو اماني دادالك ان هكرت لهين ايا او سميي انتي او وداي هولها دوينتا تدوان مالموت اسكاغا بيحي حسد كو هاي والي يا بغريبي الى نقطة قبلها ما انت قيدين ايو ولا لهي ساسا او قيدين جري الدنك وحا او نبعاي تلقو اسيو حقيقة ملكا ايدين شايو الدنك قرآنك او ددك سارا وحان ايه جري اديك الواحة سوستين لما انتين قبلها عيلين جري وارتلادي اسكتافي قبلها هكو حد رياني هكو ارداني تلادا ما نجو جسد ما انت الحمد لله وكو بوليستي بقول كيف سجاشت إيشن أنا أهم حاوي ما ذي ما أنت سبت الدويد حفيز كيسا قلت جي محاد هاي ولا بقول كيف سجاشت إيشن أيان أهاي لكن محاي هايستو وح ماذا حيجد جن وإخداي and وماذا وروحة وردعة وحود هاي محا أخرسا وحان أخر يا سورة الرعد هي سورة القمر كدر وح كل باي وقرينة سورة القاف حقيقة أنا هرت مكة قرآن بالله بس أنا هاي إيه ما أنت سيد الله سبحانه وتعالى وبك هاللي كره أنا وحوم مسوكو بكره ميت ناس نوع ميت دين بتدار علاج قرآن كله يعنى سببي ميت تكلي مركي تدار له هو أنا هدي عن حقيقة كهلا حد أنت عم هاد الشيء قديوبي أتدار كي أقوم بنسمي أنت كورة سوى جرتين أتكلم آخر سجل لكن تحدر ترى بدل ما أنا سمي جرني على هاير أو حتى أدن بيسي الحمد لله نتيجة أدوينا ككاني شو عند روس قارك هسيلا يدرس أو بحصدي يوتيوب كي فيسبوك أو دقي أي كفى يسكر هذا هو الشهادة قال كذا دي وجوه أي نسكو علاج كرتا وأنا سكو علاج وأنا أعرف بقول كي بعفرت أنا جوا عاف ما تقبل ما شو عند روس باللي مدة كده وحاوى وحنا يقف مركي قران كل سارة يحرمته وجوه سكام سن عادي سكا حالتيس نورمال وحدي بها هذا وينو عن قبوا وحابي أعرف يجرو عوارض مركز حام ما ذي وحي مركز ما لها قار وحوا بس كنت قال إيش شيء وحس عقد كي وحس بركو فرف المحوا وحد ريم يسال جوجو لكن سنين لك لو بس كيف يعنى وح نقاق وسميج الحمد لله رب العالمين ده مركز جو وحوا حالة بس بدش وقدم بين شعي دروس محمد عبدي ومناسبة السوق جنان ذي أيا قبته كجدي خد بدي سوق جرتي برارجين تلوين iyo ujeedka munaasabada loo qabtay waxay ku saabsan tahay toojihad munaasabadeena maanta waxay ku saabsan tahay talasiin walaaladii haruntan ku xirnay ama baraabulsan laga xirnay inaan talasiin ayuu mowqifkeena ahay la wadaagna waxay isku cilaajin lahayeen ogeysiino waxa yaani niyadooda aan gelinno ka dhaadhicino inay is cilaajin karaan oo isku filan karaan انت ساموقف كأنه هو هاي وحن رجينا إن شاء الله تعالى ما أنت كذب إن هذا نيد إن النيد هذا كسرت حرجينا ما أنت إن النيد هذا كسرت اسمع إلى جنكر وحلي إلى هذا شلي والعاف ما تقبت إلى هبا حنون ككوك كأني أو قدري حنون كأنه قصيبه إله فأنا كاقاذي كرو أليس الله بكاف عبده إلهي أدونك سوى كفنيه وغاده يا إلهي نكعب صدر لك عبسنا الله ماذا ومن يتق الله يجعل له مخرجا dadkan xanuunsanayna dadka wado ha ilaajiyaan iyaga hana tabiiban oo quraanka iyo khayrka iyo talada iyo toojihaadkan ha qaataan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu caafimaadka min si rabbi subhanahu wa ta'ala xarunta ilaajka shaaciid duruus al mubarak ayaa xarumo waaweyn ku leh magaalooyinka muqdisho hargeysa iyo magaalada nairobi caasimada dalka kenya xarumahaas ayuu saddexdii bil martaga si ugu dabiibo dadka soomaaliyeed ee ay aafeeyeen xanuunada isha jinka sixirka iyo xasadka iyo wixii la mida. Cabdi Sattar, Haaji Cali TV-ga Shabeelle.